السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى انك تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن قصة سيدنا محمد. كان يا مكان وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. الولاد الحلوين يقولوا ايه؟ عليه الصلاة والسلام. ممتازين. مين يا اولاد احسن واحد في الدنيا؟ احسن واحد في الدنيا هو سيدنا محمد. سيدنا محمد هو اللي ربنا اختاره عشان يعلمنا الصح والغلط والحلال والحرام. ربنا اختار سيدنا محمد عشان يعلمنا الأعمال الطيبة والأخلاق الجميلة ويعلمنا ديننا الإسلام. واللي هيحب سيدنا محمد ويسمع الكلام اللي ربنا علمه لسيدنا محمد، ربنا هيحبه وهيدخله الجنة. والجنة دي أحلى مكان، اللي فيه كل حاجة وأي حاجة إحنا عاوزينها. ومهما فكرنا في الجنة، الجنة برضه هتبقى أحلى من تفكيرنا. كان زمان سيدنا إبراهيم عليه السلام بيبني الكعبة ومعاه ابنه إسماعيل. سيدنا إبراهيم وهو بيبني الكعبة وقف يدعي ربنا إنه يبعت للناس واحد رسول يعلمهم الصح والغلط والحلال والحرام عشان يخليهم ناس كويسين وطيبين وبيعملوا الخير. فربنا استجاب الدعاء واختار سيدنا محمد انه يكون المعلم اللي يعلم كل الناس اوامر ربنا. ابو سيدنا محمد كان اسمه ايه؟ عبد الله بن عبد المطلب. شطار. يبقى اسم سيدنا محمد كان ايه؟ باباه اسمه ايه؟ عبد الله بن عبد المطلب. ومامته كان اسمها ايه؟ امنه بنت وهب. يبقى مامه الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها ايه؟ امنه بنت وهب. وباباه كان اسمه ايه؟ عبد الله بن عبد المطلب. برافو. سيدنا محمد لما كان لسه جوه بطن مامته، باباه عبد الله مات وما كانش شافه لانه ما كانش لسه اتولد. عارفين سيدنا محمد اتولد امتى؟ اتولد عام الفيل، يعني في نفس السنة اللي ابراه الشرير كان عايز يهدم الكعبة بالفيل الضخم، بس ربنا عاقبه وكل الجنود والاشرار اللي كانوا معاه وما قدروش يكسروا الكعبة. اول لما مامته امنة بنت وهب والدته ندهت على جده ابو باباه اللي هو كان اسمه ايه؟ اسمه عبد المطلب. شافه لقاه طفل شكله جميل قوي. فمامة سيدنا محمد قالت لجده: انا اما كنت بنام كنت بحلم حلم جميل قوي، كنت بشوف نور بيخرج من جسمي وبينور الدنيا كلها. فجده فرح قوي وحس ان الطفل ده هيبقى مش طفل عادي، وانه لما يكبر هيعلم الدنيا كلها وهيخلي الناس تشوف الحاجات الصح زي النور اللي بيخلينا نشوف كل حاجة في حياتنا. جده قال: أنا هسميه محمد. فالناس سألته: يعني إيه محمد؟ قال لهم: يعني ربنا في السماء بيحبه ويحب أخلاقه الجميلة، والناس في الأرض تحبه وتحب أخلاقه الجميلة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بكرا نكمل يا أصحابي، بس ما تنسوش اسم أبو سيدنا محمد كان اسمه عبد الله بن عبد المطلب، ومامته كان اسمها آمنة بنت وهب. وكمان أول ما نسمع اسم سيدنا محمد نعمل إيه؟ نصلي على النبي ونقول عليه الصلاة وأفضل السلام: يا سيدي يا رسول الله، دمتم بخير، استنونا.